عسلامة. عسلامة. مرحبا بيك. وبيكم عايشك أكثر. تعرفوا عليك. مرحبا بيكم. ها؟ قدم لي روحك. أنا اسمي نور الدين مجدوب. مرحبا بيك سي نور الدين. حابين نحكيو شوية على العلاقة ما بين الكري والملاك. إي. علاقة إذا كان. تكون العلاقة. العلاقة تكون طيبة كي يبدا مثلا الكاري اللي يبدا كاري محل. ويبدا مخلص مع السيد اللي يكاري له الملاك ويكون أموره واضحة مثلا كل راس الشهر يمد له كراه. ويخلص له الماء ويخلص الضوء، شنو ثم بيناتهم الحكايه هذه نتاع ايه نتاع خلاص. خلينا من الاول الساعه نوضحوا اللي احنا حابين نحكيو يا مع كيري يا مع ملاك، انت ملاك. انت تكري كيري لشكون؟ كيري لشكون معناها؟ كيري للناس، كيري عندي يخدموا فهمتني؟ في اطار القانون ولا لا؟ في اطار القانون بتباع كونترات وفهمتني ويمشيوا فهمتني نسجلوا الكونترات ويخلصوا الاداءات نتاعهم. احكي لي شنو حقوق كل طرف؟ سواء الكاري والا الملاك، وشنو الاشكاليات اللي تنجم تصير ما بين الكاري والملاك؟ الكونتراتو فيه كل شيء. الكونتراتو تو كي يعمل عند محامي مثلا ولا يبدا عنده نص هو نتاع محامي يقدوا باش الاداء مثلا تو اللي يخدموا مثلا الطبيب ولا مثلا تاع تو مق السنين ولا كذا، هذوكم يخلصوا هما الاداء نتاعهم فهمتني؟ والملاك فهمتني هما يخلصوا تو ريتوني دو لا سورس فهمتني؟ دونك الملاك ياخذ كان كراه صافي نتاعو هكا على حسب نعملو هكا نحن فهمتني. شكون اللي نخلص انا عليه مثلا البدكاري مثلا نتاع سكن هذاك انا نولي نخلص الاداء. سوم الكري مربوط بعدد الاشخاص اللي في الدار اللي انت باش تكريه لهم، معناها سوى عائله والا معناها دي جون يقرا وحاجه هكا معناها الا لا انا عندي الا كلهم بنفس السوم؟ لا مش كل نفس السوم، كل حد وكيفاش. فما تو برتمان مثلا ب 600 دينار 600 الف فرنك كبير، فيه ثلاثة بيوت وسالة وفيه كذا ومروات على 600 مقبولة، ما عادش فما 600 ما عادش مقبولة. اي قيقين هذا فانا مكان، ما هو المكان عنده الشارع بشير صفر هذا بالخضرة. اي هنا فهمتني تو مثلا البيروات انا نكري البيرو نتاعي مثلا ب 400، فما ب 350 كاري بجنب البيرو نتاع 400 فهمتني. واحد يعمل لك استدعوات نتاع العروسات ويعمل مطبعة ويعمل كل شيء، هذاك 400، واللي بجنبه يعمل لك العقود نتاع واحد والكربات نتاع الديار فهمتني 350 هذاك يخلص امور معقوله. ناخذ انا الطبيبه تخلص في 400 فهمتني، بجنبها واحد قد الطوامق السنين كيف ب 400. نو سو ما ثماش هذايا، تمشي للمنزة خذ برطمان في المنزة كيما هكا تسمع الزملان ومليون ونص. نحن محومه شعبيه وانا شعبي من اولي من كيما نحب الروح نحب الغيري يا لك هو ونعم بالله شنو الاشكاليات اللي تنجم تصير ما بين الكري والملاك؟ كان خلاصات كان يخلصوا بالله تو تجي انت تقول لي انا سرني يا اخويا نور الدين راني فهمتني مثلا ما نجبش الشر هذا واصبر لي الشر الجاي، نصبر لك الشر الجاي، كان اعطيتني رحم والديك ما اعطيتنيش مال من نوع اللي تصبر مسيو. باش نعمل بالطبيعي كان هو جاته غصره ما وقت الكورونا انا سمحته في شهرين كلهم، ما كذبش عليك وقت الكورونا مش لازم معايا لازم معايا فعلي انا كي نقابل ربي انا الله يعطيك الصح. ما عنديش مزايا بنتي انا، هذه حاجه واجب الانسان يكون مسرف في قلبه قبل كل شيء وما يكونش افار، يحب الكل اللي يحب الكل يخلي الكل. وقتها صعبت على الناس الكل. صعبت على الناس كليك، حتى من الكلام ما حبيش نطلع فيه، ما حبيش نزيد. علاش؟ على خاطر من وقتها مضروبه الدنيا تو ماهيش باهيه، راهي ماشيه شويه صعيبه، راهي صعيبه الدنيا. تو فما اللي خلصني على مرتين مثلا ولا يقول لي نهار 15 ولا 20 فهمتني؟ ايش نعمل؟ نصبر له والصبر باهي. شنو هي الشروط نتاعك على على الكاري؟ ما عندي علي حتى شروط، الشروط معروفه في الكونترات ويخلصني كراية ايش بيني وبينه؟ بينه الكراء يخلص ماء وذو تقعد على روحه. انا ما عنديش. شنو الحاجات اللي ما ينجمش يعملهم الكاري في الدار اللي هو كاريها؟ شنو الحاجات اللي ما ينجمش يعملها مثلا في انه يحب يزين داره باغ اكزومبل؟ يحب يزين داره مثلا، يزين على روحه تدم حريا كيما يحب. انا اعطيته حريته تخلى، عمل لك الموستيكارات السيد هذايا وعمل ما نعرف شنو حاسين ودن وريقل فما لا 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 نعطيه من الحريه يقدوا على رواحهم اللي باش يقد حاجه يقدها. نو يا با دو بروبليم بو موا، انا عشت كاري انا في اوروبا عشت 15 سنه كاري، نصلح وحدي ونقد ونريقل اموري وحدي. انا كاري مع عند مع عند الملاك، مي انا نتلاعب وحدي نقد مثلا نصلح الماء نصلح الضوء، هما ساعات كذا حاجات فما بلايص هما يصلحوا لك. اما انا نقول لها فك لي حاجات خفاف نعملهم وحدي انا. تو كيما سيدك كان عندي هذا يعمل مستكارات فهمتني على اولاده وعليه هو فهمتني وكو كي يمس الحيط هكا بال
مش هادي اليوم يعمل ديزاين حاجه هكا نورمال باش يقلقك اش كدارك نيش ما عمل القب ورجله هو خرج من مثلا هو خرج انا سد بالمستيك هذاك يسدك نعطيه حريته تو ما دام يخلص فكره وباش يخدم باش يخلص بيهم هذوما يهبلوا يا ربي يا ربي يهدي مخلق حاصيله قلت لك لا 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 الانسان فهمتني الانسان يسمو يكون شعبي بلا كما يحب الروح والعبد يسمو يحب الغير راهو فهمتني الحمد لله يا ربي ونعم بالله لحد الان في العمر نتاعي نحمد ونشكرك يا ربي ما عنديش امراض خايبه ما عندي شيء يا ربي لك الحمد لله بنتي عايشه ياك وين ماشي معاك من وقتاش ولا المواطن يحس في الكري غالي برشا؟ من وقتاش وقت الدنيا غلات، الدنيا ماشيه تغلى علينا فما تو الناس بربي الخلاص نتاعهم تعب. الخلاص مش قوي ما ينجموش تو عنده اولاد ثلاثه اولاد ولا اربع اولاد يخلص في مليون ونص بربي ايش يعمل يزيد يخلص كرام ما يغلطش يتعب في الماكله والشراب حتى من اولادنا ما ينجموش يغذيهم بالقدا انا الاخر باش يبداوا قويين نجموا يقاوموا يغذيهم حاجات خفيفه كاي هاو مكرونه هاو هدر شنو هاو شربه هاو تو فهمتني ماذا مشكل بشكل اللحم بالقدا ولا مثلا دجاج ولا حاجه ما عندوش بنيه قويه باش ينجم يعاني الشيء هذا خاطر علاش خلاص ضعيف بتبيع الكلام انا مش قاعد نزيد انا قلت لك اما غيري انا يا لطيف اللطف يا لطيف الله يهدي فما ما نحبش نحكي اما فما اللي من 800 وانت طالع اقل من 800 ما تلقاش كلام ربي يهدينا على بعضنا يا ودي ما هزين معنا شيء من الدنيا هذه كان فعالنا والنية الصافية والقلب الباهي مع العباد برشا يكريو في اطار الغير القانون غير القانون كيفاش مثلا يكري في النوار مسيو في النوار في النوار هكي كريو ذمد وكا هاو اي لا ويجمع الكونترات وبينه وبينه ما هو لازم كونترا باش فمي اداء باش يخلص الحاكم بالضبط يلزم نعاونوه الحاكم باش ينجم يخلص العباد اللي تخدم فهمتني دورة تنوي دي لاسورس انا قاعدين نعاون فما حاجات هما يخلصوهم تاع خدمتهم وفما اداء نخلصوا انا بتاع البلديه اداء خفيف يرحم والديهم وكا هاو خاطر ما عنديش كلام كبير ياسر خويا انا الكلام تاعي عادي فهمتني عادي نورمال قلنا لازم في تعال القانون باش الكيري يبدا معناها مرتاح ويبدا امور واضحه مرتاح والملاك تو بربي في الملاك تو في النوار سامحني تكلم غير كونترات ونهار اخر هو يستمسك لك هذيك برش كي بيها وقداش كي نوازل برا حتى وحتى وبتجيب شهاد وجيب صاروا لك مره مشاكل مع كوريا؟ ما عنديش انا الحمد لله انا جو سوي بون افيك لي جون ما عنديش هو انت ظاهر محليك مسيو لا عايشك انا جو سوي بون افيك لي جون ونسيسهم ومش باش يهز معايا كان فعلي من الدنيا هذه بربي باش نتغش ولا باش نعرك ما عليه حكايه فارغه يعطيك الصحه يا مسيو شكرا عايشك عايشك ميرسي